السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدكتور السعودي عبد الله الربيعة يلتقي بتوأمين اردنيين محمد وامجد بعد 12 عاما من اجرائه لعملية فصلهما بعدما ولدا منتسقين. بمجرد ما أن شاهد التوأمين الدكتور هرع إليه وعانقوه وأهديانه باقة من الورود، حيث بدت الفرحة والسرور على محي الدكتور. وعلى مدار 30 عاما الماضية قاد الدكتور عبد الله الربيعة جراح الأطفال ومستشار في الديوان الملكي السعودي برنامجا لفصل التوائم الملتصقة الذين يولدون لعائلات فقيرة من جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر أنهى بنجاح العملية الجراحية 48 على توأمين ملتصقين أحمد ومحمد من ليبيا. لقد فصل الربيع الكثير من الأطفال، حتى إن ابنتيه التوأم المتطابقتين غير الملتصقتين توقعتا أنه ربما يكون قد خضعتا لعملية جراحية عليهما وفقا للربيع الذي قالها مازحا. ويتلقى برنامج الربيعة لفصل التوائم والذي يقع في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الرياض الكثير من تمويله من الجمعيات الخيرية الإسلامية والملكية. ويقول الربيعة: نحن ندفع ثمن السفر والنفقات. وأضاف: هذه العمليات لا علاقة لها بالجغرافيا أو الدين أو السياسة، إنها تستند إلى العلم والإنسانية. لقد تم إجراء عملية فصل التوائم لأول مرة في أوائل التسعينيات، ومع نمو ممارسته تولى مناصب داخل الحكومة السعودية، حيث شغل منصب وزير الصحة ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية. ومع زيادة خدماته العامة لا يزال لديه الوقت لبرنامجه الطبي للتوائم الملتصقة. وقال الربيعة: حتى عندما كنت وزيرا للصحة واصلت إجراء العمليات الجراحية لأنني أؤمن أنه حتى لو قمت بذلك في عطلة نهاية الأسبوع فهذا شيء يمكن أن يساعد الناس، فالإنسانية جزء من الدواء. وقال الربيعة إن برنامجه فصل ما يقرب من 100 مريض، وما زال 90 منهم يعيشون حتى عام 2019. ويشير التقرير إلى أن التوائم الملتصقة نادرة الحدوث وفقا للباحثين من جامعة مينيسوتا، حيث توجد هذه الظاهرة فقط في حوالي 1 من كل 200 ألف ولادة، وتكون الحوادث أعلى في جنوب شرق أسيا وإفريقيا، حيث يبلغ المعدل 1 من أصل 25 ألف. ويقول الربيعة: إنه ظل على اتصال مع العديد من مرضاه السابقين. ويروي الربيعة قصة لقائه للتوأم البولندي الذي نجح في فصلهم عام 2005. ويقول الربيعة: قمت بزيارة بولندا هذا العام، وعندما رآني التوأم وهم الآن كما يمكن أن تتخيل يبلغ من العمر 15 عاما، لقد جاءوا يركضون وعانقوني كأب. لقد نزلت دموعي وكان كل منهما يبكي وكنت أبكي. لقد كان هذا عاطفيا حقا. أنا أبكي لأني سعيد.